انتقل لك دكتور سامي اسكندريك. طبعا تعليق يعني جمال فتح الكثير من المواضيع، ولكن انا كنت اتحدث معك فيما يخص الازمه في اليمن. سالت سياده اللواء هل الحرب ستطول هناك؟ لديه وجهه نظر بانها لن تطول سواء طالت ام لا. هل المغامره محسوبه من جانب السعوديه والقوات التي تدخل في اليمن اذا اخذنا في الاعتبار الصوره كلها والايادي الايرانيه التي قد تكون موجوده في الكثير من البقع العربيه والاسلاميه وما اكثرها؟ الحقيقه يعني انا لا اعتبرها مغامره، انا اعتبر ان التحرك العسكري كان رد فعل على الامر الواقع الذي حاول الحوثيون فرضه في اليمن واستباق القمه العربيه، ويمكن ده كان يعني سوء تقدير من جانب الحوثيين، هم ظنوا انهم بذلك سيستطيعون السيطره او الاستيلاء كما اشار سياده اللواء على الشرعيه هناك ويضعوا العرب جميعا امام امر واقع. ولكن اعتقد ان استباق القمه اتاح المجال امام القمه العربيه لتقنن ولتضفي الشرعيه على التحرك السعودي العربي، فكان هذا يعني انقلب السحر على الساحر بالنسبه للحوثيين. اتفق ايضا في ان الامر لن يطول على الاقل بالنسبه للعمليات العسكريه في اليمن، شريطه ان تصحب سريعا باليه سياسيه للانتقال من حاله الفراغ السياسي والدستوري في هناك الى ملء واستعاده المؤسسات الرسميه هناك سيطرتها وسيادتها على الاراضي اليمنيه. لابد من هذا الشرط حتى نستطيع ان نقول ان العمليات العسكريه لن تطول، والا سنجد انفسنا مضطرين الى التدخل بشكل او باخر، او بالضروره لابد ان تكون هناك عمليات بريه حتى يتم السيطره على الارض. وهذا ينقلني الى فكره ان الحدث اليمني هو الذي احيا هذه القمه العربيه، يعني بصراحه شديده هذه القمه كانت ستكون تحت عاديه بل اقل كثيرا ما لم يكن هذا الحدث اليمني قد وقع وفرض نفسه على القمه، والدليل على ذلك وهنا اربط الكلام بما ورد في التقرير والحديث أن الملفات الأخرى كلها لم تحظى لا بأولوية كافية، خاصة الملف الفلسطيني الذي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة على أجندة الجامعة العربية، ولا حتى الملف السوري الذي يعتبر إلى حد كبير تم تعليقه وإرجاءه انتظارا للجهود السياسية سواء من جانب موسكو أو من جانب القاهرة على خلفية اتفاق جنيف أو تفاهمات جنيف، ولا في أي من الملفات الأخرى. وبالتالي إذا نظرنا إلى مقررات القمة واستبعدنا منها قرار إنشاء القرار المبدئي بإنشاء قوة عربية مشتركة، سنجد أنها إلى حد كبير تكرار أو إعادة إنتاج للقمم العربية السابقة التي كثيرا ما كانت تدور في المكان أكثر منها تحقق إنجازا على الأرض. نعم. طب سيادة اللواء، يعني دكتور سامح اتفق معك فيما يخص مسألة الحرب لن تطول، ولكن أيضا أشار إلى مسألة الرؤية السياسية. هل الرؤية السياسية بالفعل متبلورة فيما يخص الحالة اليمنية؟ وهل من الممكن أن يكون الحوثيون جزء من المعادلة السياسية؟ وهل السعودية ستوافق على ذلك؟ هو لابد أن حكون طرف. ليه؟ لأنه لما خمسة من 3 ل 5 مليون أتباع في من 20 مليون تقريبا ربع، فلازم حكون لهم مكان. لكن اللي أنا عايز أقوله أن الصراع هنا احنا ما بنبصش على قوتين تصارعوا، القوى العربية اللي راحت توقف الحوثيين والحوثيين مع علي صالح دول القوى التانية، لا ده في القبائل اليمنية والسلاح في اليمن. يعني يقولوا ايه في مثل في اليمن، يقولوا ايه الفرد له 3 قطع سلاح. تخيلي مثلا لما يبقى في 20 مليون يبقى في 60 مليون قطع سلاح موجودة في اليمن، فبالتالي ده مجازا يعني في التعبير اللي بيقولوه دايما. فدايما اللي يحسم الحرب في اليمن او الصراع في اليمن القبائل، لان الجبال هناك يحكمها القبائل. ولو رجعت بالتاريخ ما تلاقيش عنصر اي دوله استعماريه تخش صنعاء، كان هو في عدن والحديده فقط اللي هم على السواحل، اما باقي اليمن جوه ما حدش يقدر يخش فيها جيش يخش جواها، لان صعبه ومناطق صعبه لا يفهمها الا اليمنيين. ومن هنا السعودية تعلم تماما قدرتها السياسية في التعامل مع زعماء القبائل، وهم دول اللي احنا بننساهم في المعادلة، هم دول اللي حلوا المشكلة. الآن نتحدث فقط عن الضربة من جانب التحالف، ولكن لا نتحدث عن رد الفعل من جانب إيران. وأنا سألتك في السؤال السابق عن ردود فعل قد تكون غير محسوبة، وأيادي لإيران موجودة في كثير من البقاع في العالم العربي والإسلامي.
هل من الممكن أن يكون هناك ردود فعل غير متوقعة في الأيام القادمة؟ وأيضا فيما يخص الحرب أيضا في اليمن، هل سيكون هناك رد فعل من جانب إيران؟ صحيح صحيح، سيكون هناك رد فعل، ولكن ليس في اليمن وبشكل غير مباشر، بمعنى أن إيران لن تدخل في مواجهة مسلحة مباشرة مع أي من الأطراف العربية لا في اليمن ولا في غيرها. ولكن لدى إيران، وهذا يعني ليس مستحدثا، هي تملك بالفعل أضرع. وصل الأمر إلى حسن السيد حسن نصر الله، يعني نعم، شبه تهديدات رسمية إلى السعودية، يعني يقول لهم الجيوش الأمريكية والإسرائيلية غير قادرة على الدخول في لبنان، هل ستقدرون أنتم على الدخول في اليمن؟ صحيح. وعلي لارجاني رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني هدد صراحة وقال إن نيران الحرب في اليمن سترتد لتطول السعودية مرة أخرى، وهناك تصريحات أخرى صادرة من طهران بهذا المعنى. ولكن في المقابل صدرت أيضا تصريحات من جانب مسؤولين إيرانيين أن إيران ستبذل، وهذا نص تصريح صادر عن الخارجية الإيرانية أمس، ستبذل أقصى جهودها للتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن. دعيني أقول أن إيران في المشهد اليمني تحديدا هي مرتبكة ومفاجأة برد الفعل العربي الذي وقع هناك، ولكن في المشهد الأوسع إيران تستطيع. هي غير مرتبكة في العراق، هي غير مرتبكة في سوريا. بالضبط، ولهذا أقول أنها لن ترد في اليمن، ولكنها يمكن أن ترد في نقاط أخرى وعبر وكلائها وليس بشكل مباشر. نعم. ولكن هنا دعيني أضيف مسألة ترتبط بفكرة القوة العربية المشتركة، أن هذه القوة ما لم تحظى بإطار قانوني وسياسي واضح ومحدد ودقيق في الجامعة العربية، فأخشى ما أخشى أن تكون هذه مدعاة لقيام تحالفات عسكرية أخرى قد تكون متغيرة من حالة إلى أخرى على مستوى الدول العربية، وقد تفتح الباب لتحالفات مضادة قد تكون إيران طرفا فيها أو في بعضها. هذا هو المسألة المهمة. هذا يستدعي أن نستمع الحالتين ببعضهم. نعم. اليمن بالقوة العربية. سامح ما قلت، يستدعي إلى أن نستمع إلى جزء من كلمة أمير قزر في الجامعة العربية اليوم، نستمع إليه. نحن ننظر بإيجابية تامة إلى الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا. كان هذا نهجنا دائما في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج. وفي هذه المناسبة أؤكد على علاقة حسن الجوار مع إيران التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من منطقتنا ومن أمتنا الإسلامية. ونؤكد أيضا أن علاقة حسن الجوار تقوم أيضا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وإن تعدد الطوائف والمذاهب في أمتنا العربية هو مصدر غنى ثقافي وحضاري، إنه جزء من هويتنا العربية المركبة وليس سببا للتدخل في شؤونها الداخلية. سيادة اللواء، كيف تعلق على هذه الكلمة في وقت يتوحد فيها العرب جميعا فيما عدا العراق في ضربة اليمن، والتي يعني ما بين قوسين هي ضربة أيضا لإيران؟ هو شوفي، أصله وضع إيران في وضع قطر في المنطقة وتوظيفها في مشروع الشرق الأوسط الجديد ما بتنساهوش، وبالتالي عمرها ما هتقرب القرب اللي هو كان يخليها من الأشقاء زي زمان، مش هيحصل. هي اصلا الخزنه بتاعت امريكا في الصرف، وبالتالي مشروع الشرق الاوسط طول ما هو شغال هي هتبقى بعيد. نعم. والحاجه الثانيه، هو صاحب قرار في موضوع ضد اي مصلحه الامريكيه في المنطقه، لان عنده القاعده الامريكيه وعنده القياده المركزيه، والقياده المركزيه ناس واخده بالها اكتر، يعني قدرتها اكتر من القاعده، لان دي هي دي اللي هتقود العمليات كلها في شرق وجنوب شرق وجنوب. نعم. وآسيا. نعم. وبالتالي لها مكان عند الأمريكان. وبالتالي إذا كان هو اختار قطر في الحتة دي، يبقى إذا خلاص هتكون موالية 100% للفكر. فإذا كانت أمريكا شغلت إيران في الضغط على السعودية شوية، فبالتالي هتكون هي في نفس الصف نفس المكان. لما بتخلي تركيا تضغط على سوريا بتيجي نفس الصف، هي نفس الموضوع. أنت دكتور سامح، كيف تعلق على هذه الكلمة؟ وأخذ أيضا السؤال في إطار أوسع، في إطار العلاقات المصرية القطرية، وأيضا تحفظ قطري على نص قرار فيما يخص ليبيا، هل معنى ذلك أن يعني العلاقة المصرية القطرية لن يكون هناك تصالح في الأفق في الفترة القادمة؟
الواضح أن يعني كلمة دولة قطر تأثرت كثيرا بالتوتر الحادث بين مصر وقطر، وتأثرت أيضا بتطورات المشهد في اليمن، مما وضع قطر في مأزق حقيقي في كيفية التعامل مع هذا المشهد فعليا ومن الناحية السياسية، خاصة مع توجه الجامعة العربية لإنشاء قوة عربية وإقرار أو التصديق على التحرك الخليجي تحديدا السعودي ضد الحوثيين، بمعنى ضد إيران. قطر جزء من التحالف، ثم نستمع إلى هذه الكلمة، هل يعني السياسة شيء والقوة العسكرية شيء آخر؟ كيف نفهمها؟ هذا ما يؤكد المأزق الذي كنت أشير إليه، خاصة أن قطر لا تملك بشكل كبير الانسلاخ من هذا التحالف أو عدم قبول الانضمام له، لأنها في مرحلة كانت تحتاج بالفعل إلى أن ترمم علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك فهي شاركت مثل بقية الدول باستثناء عمان ولها خصوصياتها ولها دوافعها، وفي الوقت ذاته هي تحاول أن تحافظ على التوازن في علاقاتها مع إيران، وأن تعلن صراحة في الكلمة الرسمية أمام القمة العربية أنها تصر أو تتمسك بعلاقات جيدة ومتوازنة مع إيران. المفترض أن القمة تنحو منحا معاديا أو مناوئا لسلوكياتها في اليمن. أعتقد هو ليس تناقضا بقدر ما هو محاولة لجمع المتناقضات التي تضطر إليها قطر في المرحلة الحالية، خاصة أن هناك في الخلفية القطرية، في ذهنية السياسة القطرية، هناك عدة ملفات لاحقة سيتم التعامل معها، من أهمها الملف الليبي. نعم. وأيضا طيب سأعود إليك فيما يخص الملف الليبي. نعم. أنا مضطرة أن أخرج فاصل قصير ونعود.